كل الناس حاليا بالسيزون 3 شابتر 2 عم تعاني من شغله اللي هي الوان باللعبه. الالوان باللعبه صايره جدا مقرفه، لانك انت لما تكون على مسافه بعيده وفي بعض الناس عندها كروت الشاشه بتكون قليله شوي او ضعيفه، فبتلاقي الريزولوشن تبع اللعبه قليل. فهلا في بعض الناس عم تعاني من موضوع انه الالوان غامقه جدا والالوان مو ظابطه وانا ما عم شوف من مسافه بعيده. بس هلا ان شاء الله انا جبت لكم الحل اللي هو تبع الالوان. هذا الفيديو رح يكون حل بسيط جدا للالوان، ما رح نفوت باي اعدادات داخليه او نغير اي شيء، هذا الشيء بسيط لبعض الناس رح يكون مجرد تغيير باعدادات الالوان وتغيير بنيفيديا تبع كرت الشاشه. هذا الشيء مصمم لكرت نيفيديا فقط لا غير، ما بعرف باي كروت تانية. انا هلا عم اقول لك على كرت نيفيديا، فانت لو عندك كرت نيفيديا شوف شلون بتساوى، ولو ما عندك شوف شلون بتساوى وحاول انت غير لو كان عندك غير انواع كرت شاشه. هلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. بالنسبه للالوان يا شباب، معظم الناس عم تحكي عن الالوان وعم تقول انه هي فيها بعض المشاكل، بس انا هلا ان شاء الله لحلمك كيف تصلح هالقصه وكيف تعمل هذا الموضوع وتشوف الالوان. انا واحد من الناس اللي جربت هاي الالوان الجديده والصراحه فرقت معي جدا 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 هالقصه بالنسبه للالوان، وصرت اشوف على مسافات بعيده. الموضوع هلا انه هو رح يكون على خطوتين. الخطوه الاولى اللي هي يعني فيديو كنترول بانيل اللي هي تبع الشاشه او تبع تعريف كرت الشاشه، والخطوه الثانيه رح تكون من داخل اللعبه. هلا حاليا انا لحلمك من اول شيء الفيديو كنترول بانيل اللي هي من خارج اللعبه. اول شيء بتدوس كليك يمين على سطح المكتب، بيطلع شيء اسمه نفيديا كنترول بانل اللي هي فوق النيو اللي هي بالقائمه الخاصه تبع الريفرش، بتلاقي شيء اسمه نفيديا كنترول بانل، بتدوس عليها بتظهر لك اللائحه تبع نفيديا اللي هي نفيديا كنترول بانل مليانه هي قصص. انا هلا حاليا ما رح ركز غير على شغله واحده، الادجست ديسكتوب كلر سيتنج، يعني الوان السيت اب الخاص فيك او الديسكتوب يعني. فهلا اول شيء خلينا نفوت على هاي القائمه اللي معلم لك عليها الادجست. مجرد ما انك انت فتت عليها بيظهر لك شيء مثل قوائم او مثل عدادات لازم تغير فيها وتنوع فيها بالالوان. اول شيء احنا ما رح نغير اي شيء، اول شيء بيكون هو على الاذر ابلكيشن كنترول كولر سيتنج، يعني لازم هو بيكون اول شيء على انه اللعبه او البرنامج هو اللي يتحكم بالالوان. لا ما بدنا هذا الشيء، بتكبس تحت على يوز نيفيديا سيتنج، بعد ما تختار هاي بيطلع لك مثل مظهر امامك هاي القائمه اللي هي ثلاث عدادات وقائمه كولر شانل. الكولر شانل لازم تكون على اول شانل، يعني كل الالوان الاحمر والاخضر والازرق على كل الالوان انت بدك تعدل. بعد منها بتفوت على شيء اسمه برايتنس اللي هي السطوع تقريبا، هاي بتفوت عليها بتكون 50 او بتكون اقل حسب ما انت عندك الاعدادات صايره. بتفوت اول شيء عليها لهي البرايتنس تبع السطوع بتعملها 55 بلس 55، تاخذها شوي على اليمين لتصير 55 مثل مظهر امامك، هيك انت بيكون وضعك بالسليم. بعد منها بتفوت على اللي تحتها اللي هي الكونتراست اللي هي التباين، هاي التباين بتفوت عليها بتعملها كمان 55. الجامة اللي تحت اخر وحده هي خليها واحد او هي بتكون اوتوماتيك يعني اوريدي بتكون واحد، بس المهم تكون واحد، اعمل مثل الاعدادات اللي انا عم بعملها. وتاني شيء بتنزل لتحت بتفوت على الديجيتال اللي هي تحت بتعملها 60 بلس 60 زائد 60. بعد منها اللي تحتها بتعملها صفر تمام لحد الان، وهي بتخليها اوتو سيلكت يعني انت بتخليها انه هو يختار عادي اوتوماتيك. بعد منها بتدوس ابلاي، بتدوس ابلاي اللي هون وهيك انت وضعك بالسليم. هيك نحن عدلنا على الالوان الخاصه بالنفيديا كنترول بانل، هيك نحن خلصنا من النفيديا او من تبعات كرت الشاشه. هلا حاليا رح نفوت على اللعبه يا شباب. بالنسبه للعبه بتفوت عليها اول شيء بتفوت عليه اللي هي السيتنج تبع اللعبه. اول شيء انا خليني اقولكم على شغله انك انت لازم تكون حاطه على الفول سكرين، الويندو مود لازم تكون حاطه على الفول سكرين لانه رح يعطيك افضليه بالاف بي اس والقصص هي افضل من شيء ثاني. في بعض الناس بتغلط وما بتحطها فول سكرين، بتحطها ويندو فول سكرين، فحطها فول سكرين كامل. هي اول شغله بدنا نحكي عليها خارج موضوع الالوان. هلا بالنسبه للالوان بتفوت على شيء اسمه الجرافيكس اللي هي ظاهره امامك هي القائمه، هي القائمه بتكون على 100 تمام، انت كل عليك انك انت تعملها على 125 لحتى انت يكون عندك التباين مزبوط. هلا مشان هي النقطه اللي هي البرايتنس اللي هي السطوع، اول شيء مشان تكون انت متفق معي بهذا الفيديو، اول شيء انت جرب على 125 شوف طريقه اللعب، شوف الالوان هل هي نافعه معك تمام اوكي، مو نافعه معك عدل على اعدادات لون الشاشه نفسها، الشاشه نفسها اللي عندك عدل عليها وشوف، ما عجبتك قويها. بس هيك انا عم بلعب، انا على هي الاعدادات عم بلعب والصراحه لقيت فرق كتير. وبالنسبه للكولر بلاند اللي هي عمل الوان، هاد انا ما بنصح حدا يستخدمه، انا كنت استخدمه وغلط بهذا الموضوع. هلا خليه اوف، حاليا خليه اوف وخلي الكولر اللي تحته كمان صفر تا
تمام، هيك انت بيكون وضعك بالالوان ممتاز لهذا السيزون. انا لاني جربت كتير بهذا السيزون وما لقيت غير هذا الموضوع افضل شيء بالنسبة الي للالوان. وطبعا الريزولوشن اللي هي 1080 انت حسب شو حاطة، في ناس بتحط اقل من هيك، في ناس بتحط اكتر من هيك، حسب انت شو عندك. هيك لحد الان بالنسبة للسطوع وللالوان عملناها من نيفيديا وعملناها من اللعبة. بتمنى يكون عجبك هذا الموضوع واستفدت من هالقصة، لانه فعلا انا هاي القصة استفدت منها كتير، والالوان استفدت منها كتير وريحت لي عيني. وقت كنت حاطت هذا عمل الوان انا كانت عيني تتعبني كتير من هذا الموضوع، حاليا انا ارتحت عيني على هذا الموضوع على هذا السطوع اللي انا عملته. وطبعا انا عدلت شاشتي من برا لان انا شاشتي تبع سامسونج، بقدر اعدل عليها كل شيء الوان وسطوع وقامة واي شيء بقدر اغير فيه، فطبعا معروفة شركات سامسونج بهالقصة هاي. فانا عدلت على الشاشة وهيك انا ارتاحت عيني. شوف انت الشاشة انا ما لحقدر اقول لك كيف تعدلها، انت عدل شاشتك واعمل مثل هاي القصة تبع السطوع والالوان تبع نيفيديا كنترول بانيل وتبع اللعبة وشوف اللي بيريحك. انا هاي الاعدادات حبيت شارككم فيها لانه نفعت معي ومع كذا شخص تاني انا بعرفهم. فبتمنى يكون عجبك هذا الفيديو واستفدت بالمعلومات. لا تنسى تشيره بين اصدقائك اللي بيعانوا من هذا الموضوع وبس. شكرا لك اذا كملت مقطع الاخر وبرعاية الله. والله كنت تحت حبيبي. لا هاد بخليك عالي، هاد بخليك عالي. 25 105 هون. شفته شفته شفته. كيل كيل. حلو حلو حلو. هاد ايوه عدا عدا عدا. سبام سبام سبام. زوم قليل. اكل اكل. خد تعا يا شباب لانش يكون بعيد. دمين مع مين اللانش؟ تعا 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 تعا. دمين دمين معك. يلا واحد اثنين ثلاثة على الدروب. في ناس في ناس في ناس. لا 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 كمل 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 عزوم كمل عزوم. عند الشجر عند الشجر. انا عند الشجر ابن قوة. طبعا انكسر شيل. واحد وايت واحد وايت هون. واحد 105 هون. كلهم وايت يا زلمة كلهم وايت. واحد ابيض ابيض ابيض. واحد دق واحد دق. وين وينو وينو؟ مات مات. معت معي طلق الصوت. فينكم؟ تحت تحت. ابن حبيب بقى احنا في اخر الجيم فضل. انا هدول نصي معي ها ما عدنا. تعا امشي 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 امشي. ابنه ابنه معنا معنا يعني طيرونا انتبهوا. اللي ماله جلابرر وان شوت وان شوت وان شوت جلابرر. كيل جبته جبته جبته. ما هو هو فينيكس هذا سكين فينيكس. ما هو هذا شاكويف. ها عرفتوا
ايزي 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 ايزي. هجيب عليها كده، هجيب عليها كده. كسرت عليها، عم كسر عليها. هلو جي جي والله يا زلمه. تاني جيم كم كيل؟ واحد برضه. اوه 8 كيل انا. ليتس جو بوي، ليتس جو.